مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا اخبار كتيره وعندنا ايضا السيد وزير الصحه الدكتور احمد عماد هيكون عندنا بعد قليل لمتابعه ما يحدث في ازمه نقابه الاطباء وايضا فيما يحدث في ملف الصحه عموما. الحكومه ستتقدم ببرنامجها خلال ايام لمجلس النواب ومنتظرين من هذا البيان ان يعلن عن مجموعه من الاجراءات سواء في الاستثمار او في الصحه او في التعليم. محتاجين من الحكومة أولويات واضحة وجداول زمنية واضحة، وإحنا خلال الفترة القادمة هيكون معانا عدد من الوزراء لشرح برنامج الحكومة. كان عندنا بالأمس دكتور أشرف العربي، النهاردة عندنا الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. لكن النهاردة عندنا أخبار كتيرة، بعد قليل هنتكلم على الحدود النقدية، حدود السحب الجديدة في البنوك المصرية، أزمة الدولار دفعت عدد من البنوك العاملة في مصر مصر لتحديد وتخفيض حدود السحب سواء في الخارج، يعني وانت مسافر بالكريدت كارد او بالديبت كارد بتاعتك في حدود معينه للسحب سواء كاش او للمشتريات. بعض البنوك حددتها للمشتريات وبعض البنوك حددتها فقط للسحب، كان في دايما حدود ولكن الان الحدود انخفضت. هنكلمكم عن هذا الامر بالتفصيل وبالارقام، والحقيقه ان جريده المال يعني كانت سباقه الى هذا الامر ونشرت بالجداول وبالتفاصيل كل حدود السحب الجديدة في البنوك المصرية. خلونا نبدأ بحوار الرئيس السيسي مع مجلة جون أفريك الفرنسية. الحقيقة أن الحوار ده مهم جدا لأنه وضح مجموعة من المواقف، ربما مواقف احنا كنا عارفينها قبل كده لكن بيؤكد عليها الرئيس السيسي مرة أخرى. قال الرئيس السيسي أن مصر فعلت ما يجب لمنع المقاتلين المتطرفين من سوريا والعراق لدخول ليبيا، وأنه يجب الوصول لحلول لتجفيف منابع وتمويل ودعم الإرهاب، وأن تصويت مجلس الأمن على قرار فيما يخص ذلك سيحسن الوضع. فيما يخص سوريا قال الرئيس السيسي أن مصر دائما لديها موقف ثابت حيال سوريا وتنادي بالحل السلمي لحل الصراع والنزاع، وقال أنه لا يجب ترك الجماعات المسلحة تسيطر على سوريا وتهدد المنطقة بأكملها. والحقيقة ده بيتسق تماما مع ما قاله وزير الخارجية بالأمس أيضا في حوار آخر بأن مصر مع الحل السلمي. ده بيوضح موقف مصر لأنه طبعا احنا عارفين انه في محاولات الان او يعني في اعلان كان ان هناك قد يكون هناك تدخل بري سعودي اماراتي تركي، لكن من الواضح ان مصر لديها موقف واضح من الامر بعدم المشاركه في هذا التدخل. خلونا نسمع ما قاله السيد وزير الخارجيه. احنا نرى انه عبر الخمس سنوات الماضيه انه الحلول العسكريه لم تؤدي الى النتيجه، وانه العمل من خلال الامم المتحده والمبعوث الاممي للتوصل الى حل لهذه القضيه هو الوسيله الامثل لتحقيق الاستقرار ووحده سوريا. رئيس السيسي ايضا، والحقيقه العنوان جون افريك كان عنوان مهم جدا، ان مصير العالم يدور في مصر، يعني العنوان بالفرنسيه اهو على جون افريك، مصير العالم يدور في مصر. هذه قناعه الرئيس السيسي. اتكلم ايضا على ثورتي 25 يناير و30 يونيو وقال ان اراده التغيير والطموح الديمقراطي للشعب المصري فرض نفسه في الوقت، ان الشعب المصري فرض نفسه مع الوقت، وان الشعب المصري كان له خيار بحريه سواء في استفتاء الدستور او الانتخابات الرئاسيه. حول المده التي توقعها الرئيس لتنفيذ مشروعاته قال انها بيتوقع حوالي 10 سنوات، رغم انه يعني هو لن يقضي الا يعني الدستور لا يمنحه سوى فترتين يعني 8 بحد اقصى 8 سنوات. قال الرئيس السيسي ان الشعب المصري تغير وانه لن يسمح بوجود شخص لا يريده على راس السلطه او راس الدوله، وانهم ليسوا منصاعين بل اذكياء، ده الشعب المصري، وانهم ينتمون لحضاره عظيمه، وان الشعب يعرف جيدا كيف يختار. فعندما رفض مرسي نزل 30 مليون مواطن للشارع. وقال السيسي حول تكرار انتقاده حول ملف حقوق الانسان
السودان وعودة مصر للدولة البوليسية، قال إن هناك الكثير من هذه الانتقادات غير عادلة، وإن الشعب المصري يجب أن يوازن ما بين الوضع الداخلي الهش وبين احترام حقوق الإنسان، وحول التوترات السياسية والأمنية التي لا تشجع على جذب الاستثمارات أو المجيء مجيء السياح لمصر، قال السيسي إنها استراتيجية الإسلام السياسي الذي يهدف لضرب الاقتصاد المصري ولا سيما السياحة حيث يعمل بها ملايين المصريين، والشعب يريد الاستقرار ويجب تحقيق ذلك الهدف بعودة النمو. وقال السيسي إن احنا محتاجين ل7% معدل نمو، وقال إنه في مصر عندنا متطرف، وده احصائية مهمة جدا، متطرف مقابل كل 1000 شخص. هو بيقول أنه إذا كان هناك في مصر متطرف مقابل كل 1000 شخص فإننا سيصبح لدينا جيش من المتطرفين من 90,000 إرهابي، وإن مواجهة هذا التحدي بالنسبة للدول الأوروبية قد يصبح أحيانا غير مفهوم. هو بيقولش أن لدينا متطرف كل 1000 شخص، ولكن بيقول إذا كان هناك في مصر متطرف كل 1000 شخص مقابل كل 1000 شخص فإننا سيصبح لدينا جيش من المتطرفين. أحكام القضاء اتكلم على أنها القضاء مستقل، وأن المصريين أحيانا بيكونوا غير راضين عن أحكام القضاء، ولكننا نصر على استقلال القضاء. العفو الرئاسي، الحقيقة الرئيس قال أن هذا أمر سابق لأوانه. هل كان بيقصد العفو الرئاسي عن الإخوان أو المبارك؟ أظن أنه كان بيقصد ما كان ما ينسحب على مبارك أو الإخوان، ولكن لم يكن يعني النشطاء. يعني السؤال ما كانش عن النشطاء، لأننا منتظرين وما زلنا منتظرين قائمة جديدة من العفو الرئاسي عن الشباب. حول اعتماد مصر على المساعدات المالية من دول الخليج، قال السيسي أنه يتمنى الاستغناء عنها، وأنه من الصعب جدا العيش معتمدا على مساعدات الآخرين. الحقيقة أنه حوار مهم جدا، قال فيه برضو أن ولع الحكام بالسلطة، قال إنهم يقولون أن السلطة مثل المخدرات، ولكن هذا الأمر لا ينطبق علي. أظن أن ده واحد من أهم الحوارات اللي أجراها الرئيس السيسي منذ مجيئه للسلطة. يعني العنوان الحوار مهم جدا، مصير العالم يدور في مصر، كلامه حول الشأن الداخلي والشأن الخارجي، لكن هنا حنتوقف حول الوضع في سوريا، وحول يعني تأزم الوضع في سوريا، التلويح بتدخل بري من السعودية وتركيا. معي على الهاتف سيادة النائب الدكتور سمير غطاس. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني حوار رئيس سيسي لجون افريك مهم جدا، وبيؤكد في موقف مصر من ان مصر متمسكه بالحل السلمي للشأن الامر في سوريا، ومن الواضح كده ان مصر لن تساهم في كل التلويحات او الحملات بالتدخل البري القادم. يجب ان يكون من المؤكد انها لن تتورط في مثل هذه الحرب، وليس من الواضح فقط. أنا أود أن يكون هناك قرار واضح ومعلن بأننا لا يمكن أن نتورط في مثل هذه الحرب التي قد تجرنا إليها بعض الأطراف. المهم أن هناك أحداث متسارعة من حولنا. في بؤرة هذه الأحداث الموضوع السوري هناك حدثين يعني في اتجاهين مختلفين. اتجاه الأولاني جرى في ميونخ واستمر يعني لعدة أيام، مؤتمر دولي حضراه قادة العالم أو عدد كبير من قادة العالم، رئيس وزراء روسيا، وزير الدفاع الإسرائيلي بالمناسبة كان مشاركا، وزراء خارجية عدد كبير من الدول العربية وغير العربية. كان هذا العنوان الأساسي لهذا المؤتمر، مؤتمر ميونخ للسلام، كان إمكانية التواصل، بحث إمكانية التواصل إلى وقف إطلاق النار. عدد كبير من الدول عارض وقف إطلاق النار، وقال أنه لا يمكن عمليا التواصل إلى وقف إطلاق النار نتيجة وجود جماعات إرهابية لن تلتزم بهذا وقف إطلاق النار. هذا جبهات أخرى قالت أن وقف إطلاق النار سيكون لصالح الجانب الروسي الذي سيواصل قصفه لخصوم الرئيس بشار الأسد، وبالتالي لا أعتقد أن هذا المؤتمر وصل إلى نتائج. أهم ما فيه المصافحة التي شهدها هذا المؤتمر ما بين بوجي يعلون أو موشا يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي، وبين الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق. ومع ذلك انصحب عدد ووجه لاحقا الفيصل تركي الفيصل انتقادات لإسرائيل
قائلا لها أن الشأن الفلسطيني ما يزال هو العقبة الأساسية في مواجهة السلام. في الاتجاه الآخر هناك مناورات، وهذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة، تشهدها السعودية الآن وتضم 20 دولة. رعد الشمال. رعد الشمال، وتسمية رعد الشمال لها مدلولة هامة جدا. الشمال هو سوريا، سوريا هي الشمال دائما. هناك 20 دولة تشارك بقواتها بما فيها مصر، عملية بما فيها مصر، وأهمها مصر، لأنه دول لا يمكن مقارنة القوات طبعًا المصرية بالجيش المصري بجيوش أخرى مشتركة في هذه المناورات. هي الأضخم من ناحية عملياتية، من حيث الأسلحة التكتيكات التي يتم استخدامها في هذه المناورات، وإعلان من السعودية بأنها أرسلت بالفعل طائراتها إلى قاعدة جيمس كليك في تركيا. قوبل ذلك برد روسي سريع بإرسال قطعات بحرية عليها واحدة من أحدث الصواريخ التي تستخدمها القوات الروسية. تصريح من رئيس الوزراء الروسي الذي تحدث عن عودة للحرب الباردة 1962 وقال مصادر روسية أنه مجرد الدخول البري من بعض الأطراف الأخرى لمساعدة أطراف ضد النظام السوري سوف تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. إيران استنفرت، الميليشيات الشيعية التي تساند النظام أيضا استنفرت قواها. أنا أعتقد أنه مصر يجب أن تنأى بنفسها بعيدا تماما عن التورط في مثل هذه الحرب التي تتشابك فيها خيوط دولية عديدة. موقف المصري يستند ويرتكز على أسس ثابتة، أولا من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية على أراضيها، وعدم، لأنه في تصريح في غاية الخطورة كان قد صدر سابقا عن رئيس المخابرات الفرنسية، وصدر عن مشيع لون تصريح آخر يقول فيه أنه التقسيم على أساس طائفي هو مستقبل سوريا، واستخدم تعبيرات مثل من البيضة يمكن أن نعمل عجة ولكن من العجة لا يمكن أن نعمل بيضة، وهو يدعو إلى تقسيم على أساس طائفي، وقال أن إسرائيل تقف مع الدول السنية. هذا يعني جر الدول العربية إلى صراع مذهبي جديد سني شيعي، وهو أيضا ما يجب أن تنهى عنه مصر وتبتعد عنه كثيرا، لأنه لا مصلحة لنا في أن نخوض في مثل هذا الصراع المذهبي الديني الذي تدفعنا إليه قوى خارجية. في كل الأحوال الموقف في سوريا، رغم أن وكالة الأنباء السورية واستندت إليها وكالة أنباء روسية أن قوات تركيا دخلت، لكن بتفحص الأمر هناك ما لا يزيد عن 100 عنصر على عربيات عليها رشاشات خفيفة 14.5 ودوشكا، وهو لا يمثل تدخلا بريا حقيقيا، لكنها صرخة كما نعرف جميعا في الإعلام. وكالة الأنباء السورية تستفز الوضع قبل أن يبدأ، لكن لها مصلحة. بس عايز أقول عبارة واحدة لو سمحت يا أستاذ زلمي. تفضل يا أستاذ. تركيا أولا لها مصلحة في التدخل حتى تقمع الأتراك في سوريا الذين بدأوا بالفعل ينفذوا حكما ذاتيا مخافة أن ينتقل ذلك بالعدوى إلى حزب البي كي كي الذي يمثل الأكراد في تركيا، وهم أقلية كبيرة للغاية، يمثل حوالي 12% من تركيا، وله مصلحة في ضرب، هو يدخل تحت غطاء أنه سيضرب داعش لكنه في الحقيقة سيحاول أن يضرب القوى الكردية في سوريا. من جهة أخرى أنا أتشكك وسأبني مقول يعني وجهة نظر حول إمكانية أن تكون تركيا مورطة في جر السعودية إلى مثل هذه الحرب، وهناك مشروع لتفكيك سوريا. لدي تسجيل صوتي للأمير طلال بصوته يقول، يتحدث عن احتمالية تفكيك المملكة العربية السعودية، ربما يكون توريط سوريا في مثل هذه الحرب وضعها في مواجهة رأس برأس في مواجهة روسيا الاتحادية، قد يكون هذا مقدمة لمشروع لتفكيك السعودية وصعود تركيا لتمثل ما يسمى بالسنة أو بالأغلبية السنية في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي مخاطر أيضا تحدق بالسعودية والتي يجب أن ننبهها من هذه المخاطر. لكن أنا التصريحات الوزير الخارجية السعودي الجوبير أعتقد امبارح أو أول امبارح فيها بعض التراجع عن يعني بيتكلم مرة أخرى عن الحل السلمي، وأنه هذا التدخل لن يكون إلا في حال فشل الحل السلمي، وبالتالي يعني أظن أنه يعني في بعض الحلحلة أو التغير في الموقف السعودي. يعني نتمنى ألا يتورط الجانب السعودي في مثل هذه الحرب، وأن لا يكون الهدف هو في تعبير للسيد جوبير يقول فيه أنه لا بشار الأسد بعد اليوم. المشكلة هي مع الإرهاب في سوريا والإرهاب في ليبيا والإرهاب في مصر والإرهاب في العراق،
والإرهاب في كل المنطقة. المشكلة ليست فقط مع بشار الأسد، لأن اكتسى الإرهاب ثم ندع الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه، ولا أحد يقرر نيابة عنه مصيره. دكتور سمير، يعني بصراحة إذا لم تشارك مصر في هذه الحرب البرية أو التدخل البري، هل وقتها سيأخذ الحلفاء، وأنا هنا بتكلم على علاقات استراتيجية مهمة بين مصر والمملكة السعودية والإمارات، هل هنا الحلفاء سيأخذوا على الموقف المصري أنهم لم يدعموا أن مصر اللي الرئيس قال فيها مسافة السكة، أن مصر اللي قالت أن أنا مستعد أعمل كل حاجة، أن مصر لم تساند الحلفاء في ضرب الإرهاب، وأنا هنا مش هتكلم على بشار الأسد، أنا هتكلم هنا على ضرب الإرهاب وضرب داعش التي تهدد المنطقة بأسرها؟ يعني حضرتك طلبتي يعني أتحدث بصراحة. بصراحة أنا بكلمك طبعاً طبعا الموقف السعودي والخليجي سوف يتأثر من الموقف المصري، لأنه يعتمد في الأساس على أو يحاول أن يعتمد على الموقف المصري، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا في العلاقات الاستراتيجية. هناك مساحات للاتفاق الاستراتيجي، وهناك نقاط للاتفاق يجب أن تكون واضحة. عندما قال الرئيس السيسي أننا على مسافة السكة، كان يعني ما يقول أن مصر مستعدة للدفاع عن دول الخليج إذا ما تعرضت لاعتداءات خارجية. لكن الأمر في سوريا مختلف تماما. الزج بنا في صراع دولي كبير سوف نختصم فيه مع قوة دولية كبيرة ونكون حلفاء لدول أخرى، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. إذا كانت هناك ضرورة للتدخل البري ضد الإرهاب، فأولى بنا يسمح لنا أن نتدخل في ليبيا، وهي تشكل الخطر الأساسي على الأمن القومي المصري وليس سوريا. ليدخلهم سوريا وليسمحوا لنا بدخول ليبيا وليس. بالمناسبة اليوم يا أستاذ لميس، أنا كنت معك في البرنامج في مثل هذا اليوم قبل عام عندما ذبحت داعش 21 مصريا، وقام الرئيس السيسي في اليوم التالي بتوجيه ضربة جوية. تركيا لمتنا، والسودان اعترضت على ما قمنا به، وقطر دعت إلى إدانتنا، والولايات المتحدة منعتنا من أن نستكمل ذلك. إذا مواجهة مع الإرهاب فلنقسم الوظائف، ادخلوا أنتم سوريا ودعونا ندخل نحن إلى ليبيا لنحقق الأمن القومي المصري والعربي وضد نفس الإرهاب. داعش الموجودة في سوريا والعراق هي نفسها الموجودة في ليبيا، ولا فرق بين داعش ليبيا وداعش سوريا وداعش العراق. إذا هناك مبرر للدخول فليكن الدخول في ليبيا وليس في سوريا. بشكرك دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية وطبعا النائب في البرلمان المصري. أظن أن الكلام عاقل جدا، يحلل الموقف المصري. نرجو بس أنه المحللين على في كافة الأطراف ما يحاولوش تعقيد الموقف. قد الحلفاء ممكن يختلفوا في بعض المواقف، لكن هذا لا يعني أن هم بتفترق بهم الطرق. ممكن يختلفوا في مواقف سياسية أو مواقف عسكرية، ولكن لا تفترق بهم الطرق. مصر ستستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 4 إبريل بإذن الله. طبعا يعني ملك سلمان ده بالنسبة لنا يعني شقيق ودولة عظيمة. مصر والعلاقات المصرية السعودية هي علاقات وطيدة جدا. نذهب للشق الاقتصادي، والحقيقة أن الشق الاقتصادي بيشغلنا بشكل أو بيشغلني أنا شخصيا وهذا البرنامج بشكل أساسي في هذه المرحلة، لأن إحنا يعني مدركين أن إحنا في أزمة اقتصادية، لكن ما يزعجنا أكثر أن أحدا لا يتحرك سوى البنك المركزي. البنك المركزي الحقيقة عمال يجري مجموعة من الإجراءات، في عدد من الإجراءات الاحترازية، في هنتكلم دلوقتي على تخفيض حدود السحب في الخارج، ممكن دي تكون مزعجة بالنسبة للبعض، لكن يعني في أوضاع لازم نواجهها، في أوضاع لازم نواجهها. ما يزعجني أنه أنا لا أشعر أن الحكومة على نفس القدر من القلق، على نفس القدر من الإحساس بأنه هناك أزمة بالفعل، وأنه في عندنا مشكلة وعلينا أن احنا نواجه هذه المشكلة النهاردة. والحقيقة لا بنشوف إجراءات، غالبا الحكومة منتظرة أنها تعلن بيانها، وهي مشغولة جدا بقصة البيان أكتر من قصة ماذا سنفعل مثلا لتحسين مناخ الاستثمار. ما فيش كده، هو احنا مشغولين بالبيان، هنعرض البيان ازاي، هنقابل مين، النواب اللي هنقابلهم علشان الحكومة تقدر انها
تعمل لوبينج علشان النواب، ده كله جميل، لكن ماذا عن الإجراءات؟ والنهاردة رئيس الوزراء استمر في مقابلاته مع رؤساء التحرير وبدأ أكثر وضوحا في قضية الإجراءات المؤلمة أو الإصلاح، وهو بالضبط ما قاله لنا الدكتور أشرف العربي بالأمس، أنه قضية التسعير هتكون واضحة في ميزانية 2016-2017، أي أن هذا العام قد يشهد رفع جديد للدعم عن الكهرباء، رفع جديد للدعم. الكهرباء هي شغالة يعني كل سنة في رفع عن الدعم، المية، الغاز، كل الخدمات كلها، التسعير والتسعير الاقتصادي، نحن نرجع للأشياء بأسعارها الحقيقية، وده معناها أنه رفع للأسعار ورفع للدعم عن هذه الأمور. لكن خلوني أقول لكم بعض ملامح ما قالته المجموعة الاقتصادية النهاردة اللي أنا ما فهمتش منه حاجة. يعني آدي هو 1 2 3 بيان من 3 صفحات. شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة، أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حال رغبة المستثمرين. يعني إيه توضيح وسائل التواصل في حال رغبة المستثمرين؟ ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار. في الجانب الآخر هو بيقول ضرورة العمل على تبسيط مناخ الاستثمار وإجراءات الاستثمار، وبعدين وزير الاستثمار يستعرض إجراءات تبسيط قواعد الاستثمار، وبالتالي واضح ان القواعد دي ما نفعتش. فهو بيقول يعني بيقول الكلام متناقض، كلام ضد بعضه في نفس البيان. يعني منين الوزير بيقول لهم ادي الاجراءات اللي خدناها عشان نبسط اجراءات الاستثمار، ومنين بيقول ضروره كذا؟ دراسه شامله لاعاده هيكله الشركه القابضه لاستصلاح الاراضي، جهود وزاره الاستثمار للحد من الاثار السلبيه لمعوقات الاستثمار، استعراض الخطوات المتخذه لتبسيط اجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد اللي طبعا ما عملش اي حاجه، انشاء النظام الالكتروني، التاسيس الالكتروني اللي تم الانتهاء منه من المرحله الاولى منه، اللي برضه يا دوبك بياسس الشركات والشركات بعد كده ما بتشتغلش. شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين، وغدا في لقاء مع المستثمرين السياحيين. أنا مش عارفة يعني هل دور المجموعة الاقتصادية أنها تشدد وتؤكد وتناشد، بتناشد مين وبتشدد على مين وبتؤكد على مين؟ أنا بأسف، بس هذا بيان لمجموعة لا تعي الوضع اللي احنا فيه، لا تعي الأزمة اللي احنا فيها، ولا وبيان لا يوحي على الإطلاق بأن احنا عندنا إجراءات واضحة. هل كل ده هينتظر ان احنا نعلن بيان الحكومة؟ يعني اللي قدامي ده لو هو ده بيان هيشابه، هيبقى هو شبه ده اللي هيعرض، بصراحة مفيش داعي ان الحكومة تعلن بيان، لانه واضح كده ان مفيش اي حاجة، مفيش اجراءات، لا اجراءات ولا جدول زمني ولا في اي معلومة. شدد واكد وفعل وبعدين، ده اول شيء. تاني حاجة البنوك المصرية، خلوني اكلمكم بقى في الاخبار. البنوك المصرية النهاردة أعلنت، مش أعلنت، هو بقالنا فترة الحقيقة وابتدى يتم إعلان العملاء من أصحاب الكريدت كاردز والكريدت والديبت اللي هي الدائنة والمدينة بأنه هذه الإجراءات بتخفيض خط، بتخفيض حدود السحب على بطاقات الائتمان في الخارج. يعني انت وانت مسافر كان حدود السحب مثلا لها حد معين، حدود السحب دي هتنخفض الى حدود اخرى. البنك الاهلي، في عدد من البنوك بدات بالقيام بهذه الاجراءات وابلاغ عملائها بهذه الاجراءات، منها مثلا اتش اس بي سي، عوده، الامارات، دبي الوطني، اعتقد كمان البنك الاهلي، العربي الافريقي، عوده، بلوم، المشرق، عدد كبير من البنوك. يعني مثلا البنك الاهلي هيزود كمان الفايده على
الكريدت كاردز، يعني كانت مثلا لو كانت الفايده كانت 2% او 2.5%، الفايده هتبقى 3.5% على استخدامك للكريدت كارد وانت في الخارج. حدود السحب، بطاقات الخصم، الجدول معانا اهو على عهده المال، واحنا بنشكرهم على هذا الجدول. يعني تراجعت حدود السحب اليومي الكاش يعني من 8000 جنيه الى حوالي 200 دولار، يعني 1600 جنيه يوميا، 20000 جنيه بحد اقصى 10 حركات في بطاقه الائتمان، وطبقا بقى لبطاقات الائتمان المختلفه، يعني الجولد غير الكلاسيك غير البلاتينم، كل بطاقة بيختلف حد السحب بتاعها في الخارج. وبالتالي الكاش هيتم تخفيض حدود السحب، وده طبقا طبعا لعدد من البنوك المصرية مش كل البنوك، هيتم تخفيض حدود السحب الكاش، ان انت تسحب كاش من الخارج. واما بالنسبة للمشتريات، في بنوك حددت الحد الاقصى للمشتريات في اليوم وفي الشهر، وفي بنوك اخرى قررت انه لا، لسه حدود المشتريات مفتوحة وما فيش اي تدخل في حدود المشتريات. ده بالنسبة للبنوك المصرية. طبعا ده ليه؟ سببه الوحيد هو انه نقص الدولار في الاسواق المصريه في البنك المركزي، وبالتالي الدولار اللي موجود في البنوك ده مدعوم، الدولار اللي انت بتشتري بيه في الخارج ده دولار مدعوم، لانه بيتعامل بنفس ب 7.73، وبالتالي هو دولار مدعوم. تفضل الدوله المصريه ان هذا الدولار المدعوم يذهب للسلع الاكثر والاهم، والمشتريات بقى يا اما انت تاخد معاك فلوس كاش، بس طبعا فلوس كاش دي هتبقى صعبه برضو، لان انت هتاخدها وتقدر تدخل بيها البلد الثانيه امتى، او ان حدود السحب تبقى ضيقه، او ان يبقى معاك كذا كريدت كارد من كذا بنك، فتقدر ان انت تنوع من مشترياتك، ده اذا كنت تقدر يعني عايز حدود اعلى من كده. ايضا لانه اكتشف على مدى الشهور الماضيه، على مدى عدد من الشهور الماضية، ان في ناس بتاخد الكريدت كارد ده تذهب الى جهة واحدة وتشتري او تسحب يعني بقيمة كبيرة، بتسحب الدولار بقيمة كبيرة وبتسحب كمان تذهب الى جهة واحدة، ويعني في عمليات فرود اكتشفوها في هذا الامر. اذا حدود جديدة وسقف جديد للسحب الكاش في الخارج، وايضا ل الكريدت كاردز والمشتريات في الخارج. معي على الهاتف الأستاذة النائبة باسنت فهمي، عضو مجلس النواب ورئيس شركة المشهورة للاستشارات المصرفية. سيادة النائبة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازيك يا أستاذة؟ يعني ده الحقيقة خبر ممكن يكون مقلق للبعض، لكن تفسيرك ليه ايه؟ وهل يعني لابد من هذه الإجراءات؟ لا طبعا، اي كريدت كارد بيسدد بالجنيه المصري، انا طبعا متفهمه لهذه القرارات وشايفه انها منطقيه، واكيد البنوك كانت بتراجع وتتابع بعض التحركات الغريبه، لان زي ما تفضلت حضرتك ممكن جدا تكون تمت فيها عمليات مريبه، لكن بشكل عام احنا ما نقدرش ننكر ان عندنا ازمه في الدولار، ولذلك انا بأناشد البنك المركزي والجهاز المصرفي ان يبقى عندنا خطه واضحه ازاي هنبقى الاحتياط. اهم حاجه حضرتك لازم تشوف طرق غير تقليديه لرفع الاحتياط. طيب. الدولارات معروفه فين؟ يعني اكبر مبالغ بتجيلنا دلوقتي او المفروض انها تيجي هي اللي بتيجي من العاملين في الخارج. طيب لازم نشوف خليكي معايا بس دكتوره، لانه لدي خبر اخر، هو ان المركزي اصدر تعليمات برفع الحد الاقصى للايداع الدولاري لشركات التصدير الى 1,000,000 دولار شهريا، حتى تتمكن من فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الانتاج، بشرط ان تودع الحصيله التصديريه بالدولار في البنوك خلال 3 اشهر. ده خبر مهم جدا ايضا، انه ده خبر ممتاز. وده خبر ممتاز، احنا كده بنرفع الحد الاقصى للايداع الدولاري مرة أخرى. احنا عارفين ان الإيداع الدولاري كان الحد الأقصى اترفع فيه بقى 250,000 دولار شهريا، دلوقتي بالنسبة للشركات التصدير، الشركات اللي بتصدر، يبقى تقدر انها تاخد حصيلة التصدير دي تضعها بحد أقصى 1,000,000 دولار شهريا، تقدر تفتح بيها اعتمادات بشرط ان تودع الحصيلة التصديرية بالدولار في البنوك خلال 3 اشهر. اتفضلي يا دكتور. خبر ممتاز، بس يا ريتو كان وسعوها اكثر، لانه طب ليه 1,000,000 ما يبقى اكثر وبنفس الميكانيزم، لكن ما علينا، ده خبر ممتاز. الشيء الثاني اللي مهم
احنا النهارده اكبر مصدر للعمله الاجنبيه بالنسبه لنا هيكون العائد الشفاف. ولذلك انا بطالب البنك المركزي والجهاز المصرفي هم يشوفوا وسائل قانونيه فنيه، وانا متاكده فاهمين انا بقول ايه، يروحوا يجيبوا الفلوس دي ويدخلوها جوه الجهاز المصرفي. لا يعني ايه، معلش يا دكتوره، يعني ايه يروحوا يجيبوها؟ ما هو ده صعب جدا. احنا في سوق حر، لو الشخص او العميل ما حسش بامان ان هو يضع الفلوس مش هيحطها، هنروح نجيبها ازاي؟ لا بصي حضرتك، هما بيحصل ايه، خلينا عملي، بيحصل ايه دلوقتي؟ شركات الصرافه بتروح الخليج تدفع لهم اكثر شويه، ياخدوا منهم الدولارات يبقوها بخيار العالي، ده حضرتك فاهمه. احنا مش هنعمل كده، لان في اساليب فنيه مصرفيه تقدر، يعني انت بتروحي لتقديم الخدمه هناك بدل ما تنتظري وتمصر يسبقوكي. يعني انا مش عايزه افوت في، لازم يكون في، لا يكون في ادوات تشجيعيه، لكن ان احنا نروح مش هتقدري تجبري الناس على تحويل فلوسها وهي مش عايزه. هم ليه بيدوا لمصر؟ لانه في حاجات تشجيعيه زي ما تفضلتي حضرتك، لكن انا متاكده انهم يقدروا يشتغلوا بالطريقه دي افضل بكتير، علشان ما نقعدش نلف وندور حوالين نفسنا. هو ده المصدر الوحيد دلوقتي الكبير، لانه زي ما حكى على السياحه تعبانه، قناه السويس. انتوا هتعملوا ايه في مجلس النواب يا دكتوره؟ يعني هتعملوا، هل لديكم اقتراحات، تعديلات تشريعيه، هتعملوا ايه لما تسمعوا بيان الحكومه؟ والله شوفي حضرتك، يعني انا شخصيا مع المجموعه الاقتصاديه بدينا نشتغل من فتره، يعني مش مستنيين حتى ان اللجان تتكون، وفي افكار كثيره، لان لازم كلنا نساعد ان احنا نعدي المرحله دي، مرحله حساسه وخطر جدا، فلازم نعديها. في وسائل كثيره لاعاده النظر في اسلوب اداره السياسه النقديه، في اسلوب اداره السياسه الماليه، وحاجات يعني احنا عارفين مش هنالف، الناس كلها بتشتغل كده. يعني انا شخصيا ابتديت اشتغل بقالي فتره على الموضوع ده، لاني عارفه انه هيتفاقم نتيجه الظروف العالميه ونتيجه ظروف المنطقه والحروب اللي احنا فيها، فكان لازم ان يبقى في افكار تساعد الدوله بحد ما انها تتخطى هذه المرحله. دي من ناحيه لو بتكلمي حضرتك على مجلس النواب، لكن انا برضو بكرر الجهاز المصرفي والدوله، بس حضرتك تفضلت الحكومه عليها دور، مش انشا هتعملي ايه علشان تقدري توفري الدولارات، سواء بانك تخفضي انفاقك من الدولارات انت كحكومه، او انك زي ما عملوا من فتره قريبه وباعوا ارض ب 3 مليار دولار. في طرق كثيره تقدري تزودي بيها مصادرك بحيث انك تعدي بس المرحله الحرجه دي. شكرا دكتوره بسنت فهمي، عضو مجلس النواب ورئيس شركه المشوره للاستشارات المصرفيه. معايا ايضا الاستاذ احمد عزت المتداول باسواق النقد. استاذ عزت، يعني الوقت الدولار طيب لحد ما يرجع لنا تاني، الدولار النهارده وصل في السوق السوداء الى 9 جنيهات، للبيع وللشراء اعتقد ان هو تعدى 9 جنيهات. ايضا الحقيقه انه في خبر اخر، انه امبارح انا كنت قلت لكم انه عدد من شركات الطيران الاجنبيه بتدرس او يعني بتتحدث مع الحكومه انها قد تضطر الى وقف تعاملاتها مع مصر والى وقف يعني رحلاتها الى مصر في حال عدم تحويل ارباحها للخارج. خلوني اكون اكثر دقه بقى، انه المدير الاقليمي لاير فرانس وكي ال ام زار وزير السياحه بالامس وتقدموا له بخطاب رسمي، يعني بيتحدثوا فيه ان هو ان لديهم ارباح في البنوك المصريه 95 مليون جنيه، ده رقم مش كبير خالص. هم اوريدي بيخسروا، بيقولوا ان هم بيخسروا من وقت ثوره 25 يناير، وان هم ومع ذلك متمسكين بالسوق المصريه وعندهم رحلات يوميه الى مصر بالذات اير فرانس، ولكن عدم تحويل الارباح مزعج بالنسبه لهذه الشركات، بالنسبه كمان للهيد كورتس بتاعتهم في فرنسا او بالنسبه لشركه كي ال ام، وبالتالي يعني بيقولوا انه بدون تحويل هذه الأرباح سنضطر إلى إيقاف عملياتنا في مصر. السيد وزير السياحة بيتفاوض الآن مع محافظ البنك المركزي على تقسيط هذه الأرباح على دفعات، سواء مثلا على فترة 6 أشهر أو 4 أشهر، خاصة أن في شركات أخرى بيتم السداد ليها زي شركة الإمارات، طيران الإمارات وغيرها، ولكن الخلاف دلوقتي على السعر اللي هيتم بيه التحويل، هل هيتم بيه تحويل هذه الأموال
الأموال أو هذه الأرباح بسعر البنك، وده اللي طالباه طبعا الشركات عشان ما يحصلهاش ديفالويشن وخفض في أرباحها، ولا هيتم بتحويله بأسعار أخرى. الأستاذ أحمد عزت متداول بأسواق النقد، مساء الخير يا فندم. يعني وضع الدولار في السوق انتوا شايفينه ازاي؟ وهل وضع حدود على السحب النقدي ده اجراء بيحصل في دول كثيره، يعني عندما يكون هناك شورتج او يعني ضغط على العمله في البلاد؟ طيب خلينا نتكلم الاول عن اللي حضرتك تفضلت بيه وعن شركات بعض الشركات الاجنبيه العامله في مصر. لما قدمت شكاوى للوزارات المعنيه حول تحويل ارباحها الى الخارج، طبعا الشركات، ويمكن تكرر الموضوع من كام يوم مع جنرال موتورز، وفي مراوغه كده مع الحكومه ان هي اعلنت عن ايقاف الانتاج لمده اسبوع واستئنافه يوم الاحد اللي فات. زي شركات الطيران بالظبط، الشركات دي اشتغلت في الاقتصاد المصري فتره طويله، حققت ارباح بمعدلات اعتقد اعلى من مسيرتها في يعني في دول كثيره في المنطقه في فتره كبيره، خصوصا من قبل 2012 كانت تستطيع الشركات دي تحويل ارباحها الى الخارج. طبيعي ان اي اقتصاد يمر بازمه نقد اجنبي وازمه عمله صعبه، اعتقد ان هي من الازمات اللي بنمر بيها النهارده هي ازمه في المقام الاول. أزمة صعبة جدا. الشركات زي ما حضرتك تفضلتي ما اعتقدش ان هم يوقفوا رحلاتهم لمصر ولا حاجة، كلها يمكن إجراءات أو محاولة ل يعني استغلال الفرصة أكتر في يعني الحصول على مكاسب، وإن كانت مش مكاسب. لا مش فاهمة، معلش أنا مش فاهماك بالظبط، معلش. طيب إيه؟ لا مش فاهمة حضرتك قصدك ايه، مين اللي بيحاول يحصل على مكاسب؟ لا يعني الاجراءات اللي بتقوم بها الشركات دي ممكن تكون يعني الامر مش بالتعقيد دوت، ان هي مش قادرة تحول فلوس. طبيعي ان اي اقتصاد ممكن يمر بازمة نقد اجنبي، لكن الشق الثاني من سؤال حضرتك عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، اتفضل. ده نتيجة لزيادة حد الايداع الدولاري لدى البنوك، احنا يمكن زودناه 5 أضعاف، وكان في قرار النهارده كمان. فلا يعني كل دوت اللي ضغط على السوق السوداء، زياده الطلب في السوق السوداء هو اللي وصل السعر للمستويات دي. بخصوص السحب النقدي او المشتريات بالخارج عن طريق بطاقات الائتمان او بطاقات الحسابات المدينه الديبت كارد سيل عن البطاقات اللي تصدرها البنوك المصريه، ده طبيعي لان احنا برضه بنمر بازمه مش قليله. صحيح. التحولات المصريين بالخارج تراجعت بشكل كبير، اتخلق لها سوق موازي، ايرادات قناه السويس بتتراجع، استثمارات اجنبيه مباشره في بيئه استثماريه وماليه لا تتسم بالشفافيه، طبعا ما فيش استثمارات اجنبيه مباشره. ايرادات السياحه تعرضت من اكتوبر لديسمبر لضربات قويه جدا، فبالتالي موارد النقد الاجنبي متراجع بشكل كبير. نعم متراجع بشكل كبير. بشكرك استاذ احمد عزت متداول باسواق النقد. خلوني بس اقول، طب ناخد هذا الاتصال. زميلنا سيد جبيل رئيس القسم الاقتصادي في الوطن، واظن ان كان في النهارده كان رئيس الوزراء في لقاء مع عدد اخر من رؤساء التحرير، وانتوا ناشرين خبر على الموقع الان بيتحدث عن اعاده هيكله الدعم مره اخرى والاجراءات المؤلمه، وبدات الاجراءات المؤلمه، خطه لزياده الاسعار في الخدمات والجمارك، وطبعا كلام، وكان ده كلام وزير التخطيط بالامس لدينا. تفضل يا استاذ سيد، الخبر ده او ما قاله السيد رئيس وزراء لرؤساء التحرير. لا الحقيقه ما كنتش حاضر لقاء رئيس الوزراء مع الساده رؤساء التحرير، لكن هو اللي قاله. احنا بنينا المنشط بتاعنا النهارده على تصريحات رئيس الوزراء امبارح اللي كررها اكثر من مره، ان احنا مضطرين ان احنا نتخذ اجراءات مؤلمه وليس لدينا رفاهيه الوقت للتلكؤ في تنفيذها او تاخيرها. فسعينا احنا النهارده ان احنا نحاول نتعرف على اهم اوجه او اهم الاجراءات اللي ممكن تتخذها الحكومه علشان تنفذ هذه السياسات
اللي اشار اليها رئيس الوزراء. يعني قول لي بالتحديد ايه هي الاجراءات اللي قال عنها السيد رئيس الوزراء. مش السيد رئيس الوزراء، الحكومه، برنامج او الحكومه، برنامج الحكومه اللي هي بتعتزم ان هي تقدمه، او على لسان مسؤولين بايجاز شديد جدا، الحكومه في ورطه وفي مازق تتمثل في تصاعد عجز الموازنه وتصاعد فاتوره الاجور والدعم، وشايفه انه الحل الاساسي عشان نخرج من عنق الزجاجه ان احنا نتخذ اجراءات مؤلمه. بعض اهم ملامحها ان احنا نعيد هيكله اسعار، من كلمه نعيد هيكله الاسعار يعني نقول بالبلدي كده ان احنا نرفع اسعار سواء الكهرباء لبعض الشرائح المرتفعه في المنازل، رفع الدعم عن الغاز المقدم لبعض انواع المصانع خصوصا كثيفه الاستهلاك زي الحديد وزي الاسمنت، ان احنا نعيد ممكن نرفع مره ثانيه اترفعت التعريفه الجمركيه على بعض السلع، ممكن انه يحصل طبقا لبعض مصادرنا في وزاره التجاره والصناعه ان تكون في زياده جديده على بعض السلع المشابهه خلال الفتره الجايه بهدف الحد من الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على الجزء مواردنا المحدوده جدا من الدولار اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها مع ضيفك من شويه صغيرين. كذلك الميه، في اتجاه للحكومه لرفع اسعار الميه ابتداء من يوليو المقبل، ودوت لانه الحكومه شايفه انه اسعار الميه الحاليه قليله جدا، يصعب انها تستمر في توفيرها بنفس الاسعار لفتره طويله، والاتجاه ممكن يكون اكثر لرفع المياه فيما يتعلق برضه للشرائح العاليه او للاستخدامات التجاريه والصناعيه. كمان عندنا الحقيقه اكثر من برضه في اتجاه الى رفع زي ما قلت لحضرتك اعاده الاسعار او اعاده النظر في تسعير بعض الخدمات المقدمه للمواطنين، خصوصا الخدمات اللي ما ارتفعتش من فتره طويله زي اصدار مثلا بعض شهادات الميلاد، زي بعض الخدمات اللي بيحصل عليها المواطن بفلوس قليله، فدي ممكن برضه يعيدوا النظر فيها، وفي الاغلب سوف تعرض على مجلس الشعب في القريب العاجل. بشكرك أستاذ سيد جبيل رئيس قسم الاقتصادي في الوطن. معايا أيضا الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة الصناعات الكيماوية غرفة الصناعات الكيماوية. دكتور مساء الخير يا فندم. يعني الخبر انه البنك المركزي قد رفع حد الاقصى للايداع الدولاري لشركات التصدير لمليون دولار شهريا، ده بالنسبه لكم بيمثل ايه؟ ده طبعا خطوه طبعا جيده جدا، لان دي هتفك ازمه كبيره بالنسبه للمستلزمات الانتاج. يعني المصانع اللي بتصدر في جزء في كتير منها بيستورد مستلزمات الخامات بتاعته من بره، فطبعا كان بيتاخر وبيستنى فتره طويله وطابور وفي كده، فطبعا النهارده كده هتسهل العمليه جدا، بالتالي هتوصل خامات بسرعه، هيقدر الشركات تشتغل على يعني رتم اسرع بكتير من الاول، وبالتالي الصادرات هتزيد، بدل ما كنا نستنى ثلاث اشهر هنستنى شهر مثلا. دوره الانتاج هتتحسن جدا بالنسبه للمصدر، لان اللي كان بيحصل انه الشركات اللي بتصدر ما كانتش يعني برغم ان معاها كانت حصيله دولاريه، لكن كانت ساعات ما بتدخلهاش البنك نتيجه الصعوبات بتاعه ان هو ان انا هخرجها ازاي، هقدر اخرجها ازاي عشان اطلع المستلزمات الانتاج اللي جايه لي على الجمارك. مظبوط كده؟ صح مظبوط. طبعا في شركات، انا بحاول بس ابسط الامور للمشاهد. طبعا الكلام ده مظبوط. طبعا دلوقتي مع القرار الجديد ده اللي هو طلع صدر النهارده، طبعا ده كان هيخلي جزء كبير من الشركات بحصيله الصادرات تخش البنوك، تخش القنوات الشرعيه بتاع البنوك، وبالتالي برضه هيزيد العمله الصعبه اللي داخله. ايه اللي مطلوب تاني يا دكتور؟ يعني ايه اللي مطلوب تاني علشان لتحسين الحركه، لان عشان نرجع الحركه مع في ظل الازمه اللي احنا عارفينها؟ والله بص هقول حاجه، طبعا زي ما قلت دي خطوه ايجابيه جدا، مليون دولار طبعا تعتبر خطوه كبيره. في حاجات معينه في القائمه اللي هو اصل الفلوس دي بتستعمل لمستلزمات انتاج اللي هي واضحه، مثلا بجيب خامه مثلا بلاستيك عشان مصنع بلاستيك، بجيب حاجات كده، انما في حاجات ثانيه، في مثلا زي حاجات مستلزمات انتاج، لو اعتبرنا الزراعه انتاج، ده قطاع انتاجي في مصر المفروض يدخله في القايمه
حاجات زي البذور زي المبيدات زي الاسمده دي مش داخله في القائمه اللي ممكن تستعمليها كمستلزمات انتاج. فلازم ندخل الزراعه لان الزراعه جزء كبير من الاقتصاد المصري النهارده واحنا عاوزين نوفر الغذاء بقدر الامكان. فلازم دي تخش في القائمه، دي مش موجوده في القائمه، مستلزمات الانتاج الخاصه للانتاج الزراعي بالزراعه دي مهمه جدا مستلزمات. يعني اتمنى لو السيد محافظ البنك المركزي سمعنا او حد من البنك المركزي، مستلزمات الانتاج الخاصه بالانتاج الزراعي وبالتصنيع الزراعي اكيد طبعا يعني. طبعا بالطبيعه بالتصنيع الزراعي طبعا اعتقد دي مهمه جدا انها تدخل في القائمه، لكن اظن ان ده تحرك مهم من البنك المركزي برفع حد الايداع الحد الاقصى للايداع الدولاري لشركات التصدير الى مليون دولار. بشكرك جدا دكتور شريف الجبلي. معايا ايضا الاستاذ ثانيه واحده جهاد الغزالي عضو المجلس الاستشاري لوزاره السياحه. استاذ جهاد مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اظن ان حضرتك كنت يعني في المفاوضات مع الشركات الاجنبيه الكيلام واير فرانس اللي ده مشكله تحويل ارباح. اتفضل. مدير الكلام استاذ عبد الفتاح لسه كلمني وجاب لهم بتاعت العز بتاعهم. لا الخط بيقطع استاذ جهاد، لو تظبط المكان بس لو سمحت. اتفضل. ان هم عايزين يوقفوا رحلات ده اخر يعني هم تاني لو سمحت. يعني انا ما بعتبروش تهديد، لكن اللي انا عايز اشرحه للسيد محافظ البنك المركزي والرئيس الوزراء ان الصناعه اللي احنا بنشتغل فيها دي صناعه حساسه جدا وبتتدهور. اذا كانوا فعلا عايزين يدفنوا نعش السياحه والطيران بمنتهى السرعه يتفضلوا يقولوا لنا واحنا بنسحب من السوق. لكن اللي بيحصل ان شركه فرنسا وكيل ام مع الاعلان هما الشركتين الوحيدتين اللي فاضلين بيطيروا وايد بادي اير كرافت، يعني طيران كثيره الحجم. بيطيروا 3 سبعات وايرباص 40 و300 ودي بتنقل حوالي 150 الف رحله لمصر في السنه. معايا حضرتك؟ سامعاك يا فندم. النقل دوت في شركات مش شركات اضافيه، شركات شارتر عشان الطيران عارف اللي هي فندور و حوالي 5 6 شركات تانية هتقف وراهم، إلى جانب إن هي فرنسا هي الشركة المتعاقدة على نقل الخبرة اللي بيعملونا في موضوع قناة السويس. زائد إن اللي هي فرنسا هي شركة الطيران بتطير طيارات جامبو اللي هي سيرفوكسل كارجو اللي بتنقل بعض المحتويات المطلوبة في توسيع التفريعة الثالثة أو استكمال مشروع قناة السويس. لما تيجي تضغط على الشركات هم إحنا طبعًا بطيران الامارات لو الدراع لا يعني بلاش لو الدراع ده اتفضل. هم بيقولوا ده السوق حضرتك. احنا يعني الله لا تمتلك 150 مليون دولار عشان تشجع شركات الطيران الاجنبيه انها تفضل متواجده. طيب ايه اللي مطلوب دلوقتي؟ اعتقد ان بكره في اجتماع مع ان السيد رئيس محافظ البنك المركزي يوفر 150 مليون دولار لمجموعه الشركات 50 مليون دولار واللي بتبدا تفاوض مع الشركات علشان نحول لها فلوسها لان دوت فائض عندهم من اكتوبر ومن اغسطس اللي فات. في حاله عدم تحويل هذه الفلوس الشركات اساسا بتتعامل وبتخسر في السوق المصري زي ما بيقولوا، والكلام ده يعني حرام نمسك وزير السياحه ونربحه بالسكين. الراجل بيخزن اقصى ما كنت امبارح كان معانا وقعد مع بصفتي عضو لجنه الطيران وواحد بيشتغل في السوق ده بقى له سنين طويله. احنا لازم كمان نثبت استابيليتي. خروج اير فرانس وكيلان ترانسافيا كوندور مجموعه شركات وراهم دوت بيقول ان مصر غير مستقره. هم الرساله الموجهه هتبقى صعبه على المدى الطويل طبعا. لا لو ده دي كارثه. لكن استاذ جهاد غدا في اجتماع في مجلس الوزراء مع عدد المستثمرين السياحيين، هل حضرتك واحد منهم؟ انا مستثمر طبعا حضرتك بس انا لا ادعى لان رايي ما بيعجبهمش. انا قبل كده حضرت مرتين ورايي كان حد ما متشدد من ان انا كنت بطالب على الاقل انت عايزه مستثمرين سياحيين يستثمروا يا مريس سالم في مصر. تمام؟ هنستثمر على ايه؟ على اراضي اوريدي اتصفت من 20 سنة وبيتباع المثل 2000 و3000 دولار متاخد بدولار. اللي عايز طب مصر فيها مشكلة اسمها مشكلة طب القانون. طب القانون اللي انت خصصت على اساسه الاراضي
اللي عنده 5 مليون متر وعنده 10 مليون متر، وطبعا يبقى وزير سياحه عشان يمثل وزير اللي ما عندوش متر، عايز يرجع الارض اللي ما بناهاش عشان تديها لمستثمر جديد يبني عليها. مصر ما فيهاش اراضي للاستثمار. نعم بشكرك استاذ. نعم بشكرك، الخط بس بيقطع. بشكرك استاذ جاد الغزالي عضو مجلس الاستشاري لوزاره السياحه اللي اكد لنا الخبر بتاع اير فرانس وكيالام. يعني الحقيقه انه المشاكل الاقتصاديه واسعه جدا. لازم اقول كلمه اخيره في هذا الامر، وهي انه يعني القضيه مش بس ان احنا التسعير مهم واعاده التسعير الاقتصادي مهم ورفع الدعم مهم، كل ده مهم مع حمايه طبعا المحدود الدخل وشبكه ضمان اجتماعي ده بلا شك، لكن على الجانب الآخر لابد من تحريك الاقتصاد. فكرة ان انا اتخيل ان الحل الوحيد هي الجباية والحل الوحيد هي الضرائب، وطبعا محتاجين نوسع القاعدة الضريبية، مش ارفع بس الضرائب، انا محتاجة اوسع القاعدة الضريبية لان في ناس كتيرة جدا في مصر ما بتدفعش ضرائب. فانا اذا كان يعني فكرة الجباية دي لا يمكن انها تكون الحل الوحيد. الفكره الحقيقيه يجب ان تكون انه تشغيل الاقتصاد، تشغيل الناس، الاستثمار، السياحه اللي يعني اللي هي كنز موجود عندنا وما فيش اهتمام. واتمنى ان السيد رئيس الوزراء بكره يكون عنده حلول واضحه، هو والسيد وزير الاستثمار وزير السياحه يكون لديهم حلول واضحه بكره للمستثمرين اللي هيقابلوه بكره. السياحه مهمه، الاستثمار مهم، دون حل هذه العقبات احنا الحقيقه في مأزق، والدولار ابو 9 ده ممكن ينط يبقى في مكان اخر. والحقيقه ان البنك المركزي هو الوحيد اللي بيشتغل، الوحيد اللي بيتحرك، الوحيد اللي عمال مزيد يعني كل شويه اليات مختلفه نتفق نختلف معاه، بس بيحاول ان هو ما يقدرش يطبع دولارات منين؟ ما يقدرش يطبع دولارات. فيعني لازم يكون عنده دولار عشان يكون عنده احتياطي، وما نقدرش نعتمد على المساعدات. هل هناك من يسمع ذلك؟ طيب سريعا قبل ما طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذه الأخبار سريعا حتى يصلنا السيد وزير الصحة، لكن نشوف كنا تابعنا معاكم شباب التعليم أولا، وهم عملوا مسرحية في نهاية الكورس أو نهاية الدورة اللي هم كانوا خدوها. خلونا نشوف هذه المسرحية ونرجع تاني. التعليم أولا مشروع انطلق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تنمية المهارات القيادية وبناء الشخصية واكتساب المعرفة لدى الطلبة الأوائل من مختلف محافظات الجمهورية في محاولة لتصحيح مفهوم التعليم عند الطالب، حيث احتفل المشاركون بتخرجهم بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع. احنا النهاردة معانا 84 طالب وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية من كل المحافظات، من 27 محافظة، كل محافظة بعتت لنا 3. المنحة بتاعتنا كانت أسبوعين، أخدوا فيه حاجات كتير جدا. الأول أخدوا حاجات عن الشخصية، إزاي يتعرفوا على نفسهم، يعرفوا نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم. أخدوا English language computer skills، راحوا رحلات ترفيهية. في الأول ابتدينا بمعسكر في سقارة، المعسكر ده بصراحة يعني خلى الواحد يتعرف على نفسه من أول وجديد. لخصوا لنا يعني رحلة نجاح في الكام يوم اللي احنا قعدنا فيهم هنا. غيرت طريقة تفكيري، تعلمنا ازاي نتعامل مع الناس وازاي نكون ليدرز. مفيش حاجة اسمها صعبة، التجربة بتثبت المعلومة، وبالتجربة بتكتشف حاجات في نفسك انت ما كنتش شايفها فعلا. كان مشروع التعليم أولا قد بدأ فعالياته في العام الماضي بتدريب وتأهيل عددا من معلمي ومديري المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للمشروع. المرحلة الأولى دربنا 7000 مدرس من المدارس التجريبية ومدير مدرسة، انتقلنا بعد كده المتفوقين علميا أوائل الشهادة الإعدادية، ثم المتفوقين في الرسم والمتفوقين في الموسيقى والمتفوقين في الرياضة. دي المرحلة القادمة، الإنسان هو أهم وأول محور في التنمية. احنا شعرنا في التعليم أولا البشر قبل الحجر. بدأنا فعلا في هذا المشروع تتعمل خطوات رهيبة جدا اتجاه هذا المشروع، وفي تأييد أيضا من معالي الدكتور الوزير وزير التربية والتعليم الدكتور الهيالي الشربيني، سواء كان بالدعم الإداري أو الدعم الفني في هذا المشروع، وبيتم هذا المشروع تحت رعاية وزارة التربية والتعليم. ربما يكون التعليم ضرورة أساسية لا غنى عنها، إلا أن تطوير أساليبه لا يقل في أهميته عن التعليم ذاته، حيث يمثل التحدي الأكبر أمام المسؤولين عنه. محمد سلامة، هنا العاصمة.